هتعرف بيه احمد حسن. كان هجمع على الصناديق والصناعيه خلاص. الصناديق اللي هي بتاعه الفاكهه والرنج بتاعه التصدير والرنج المحلي. تمام. بنجيب الخشب من اسكندريه وبنصنعه. كل خشب جديد يبقى فيه مستعمل؟ لا مستعمل وجديد على حسب يعني. مستعمل وجديد. طب اكتر نوع عليه طلب بيبقى ايه؟ صندوق الرنجه. كل الاوقات ولا اوقات معينه؟ الرنجه يعني الصيف عامه ما بتشتغلش خالص، بتبدا الجو يرطب الرنجه تبدا تشتغل. طب بالنسبه للمستوردين بيهتموا اكتر على الصناديق دي ولا؟ من ساعه الحظر اللي هو بتاع التصدير، التصدير قل شويه. حركه البناء بتاع الصناديق قلت شويه. طب والصناديق دلوقتي ما فيش استخدامات لها تانية غير الرنجة الرنجة والليمون والطماطم، أي حاجة بتتعبى في السناديق. إيه يعني؟ أكتر حاجة بتستخدم الاستيراد يعني؟ كله بيستخدم تبع التصدير يعني. بتستخدموا الخشب بس؟ خشب بالنسبة لنا احنا المجال بتاعنا خشب، إنما التصدير ليه كذا حاجة يعني، في بلاستيك وفي كرتون. بس هو الخشب عشان يكون صحي بيقولوا الزرع يعني بيبقى أفضل يعني الخشب. يعني أوروبا لازم أوروبا بالذات لازم خشب. عشان خشب صحي. انما البلاستيك اللي الدول بقى اللي هي اللي كده بتاخد بقى بلاستيك يعني اي يعني حاجه. شغل التصدير لازم يكون خشب. هو منه في منه للزرع على طول. شكرا. اسمك مجدي. كلمنا حد مجدي عن صناعه الخشب بتاعتك دي. والله هو الصندوق دوت احنا بنجيب خشب لمؤاخذه اللي هو بتاع المسلح في بلد بيبقى مثلا متصنع قبل كده. احنا بنجيبه ونصنع منه الجديد. على حسب الصندوق اللي هو بيطلع مثلا احنا اهي بنصنعه. في صندوق الليمون وفي صندوق القوطه بيختلف طبعا للنقاشات. وفي صندوق الرنجه اللي هو بيتعبى رنجه، خدت بالك انت بتروح للبقال وانت تروح بقى تشتريه بعد كده يعني وتاكل بقى الفلا وتبقى كده يعني. اكثر حاجات بتستخدمها في التصدير هو صندوق الليمون وصندوق القوطه. بس زي ما تقول بقى ايه، الجو دلوقتي مريح عشان الحروب حركه بتاع وكده. تلاقي البلد مريحه، البلاد كلها بتحارب، ما فيش موارد، ما فيش مثلا حاجات بريه يعني. البري النهارده بيعدي بالعافيه. البري النهارده عشان تروح مثلا فلسطين ولا تروح لبنان ولا تروح هنا ولا هنا بتعدي بالعافيه. خدت بالك؟ ما فيش موارد زي ده. مده صناعه مثلا الصندوق مثلا واحد ازاي صناعه الصندوق المراحل اللي بتمر بيها؟ المراحل يعني لا، هي كل حاجه ليها موسمها يعني. كل حاجه ليها موسم، القوطه موسم، الليمون موسم، الرنجه موسم. الرنجه طبعا خام النسيم، خدت بالك؟ موسم القوطه طبعا ده شغال على طول. بس طبعا زي ما قلت لك قبل كده مفيش موارد، خدت بالك؟ وفي صندوق الليمون، وقت الليمون طبعا لما بيبقى حنين رخيص وكده بيشتغل. الصناديق دي الاغلب بتستخدم للتصدير. طبعا النهارده المستثمر النهارده مثلا لو هو عنده مثلا مزرعه، عنده حاجه بياخد مثلا شويه صناديق بيستخدم بيعبيهم منتج، خدت بالك؟ بيستخدم كله بيرزق مقدم.